برحب بحضراتكم مرة أخرى وفقرتنا الحوارية. والغالب على مستوى العالم دائما بنكون الفقرة الحوارية هي أهم حدث في العالم، وأهم حدث من الأمس هو إصابة الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى بفيروس كورونا. إيه القادم؟ الفترة حساسة جدا، هي فترة انتخابات، خلاص شهر 11، المنافسة شرسة بينه وبين بايدن. إيه اللي هيحصل الفترة الجاية؟ هل سيكون كورونا هو المؤثر الإيجابي تجاه الأمريكان ويعلي من شأن الرئيس الأمريكي، ولا هيخصم من رصيده زي ما كانت فترة الإصابة بيه أيضا بتحاول تخصم من رصيد الرئيس الأمريكي؟ لأن فكرة مش لاقيين علاج، فكرة أنه دايما تصريحات كلية، تصريحات عنترية، وبعض النصائح اللي كانت غريبة على الأطباء أو على العالم. ده بالنسبة لفيروس كورونا. الفترة هتكون من سيتسلم البيت الأبيض الفترة القادمة إلى حين رجوع ترامب؟ الانتخابات هل ستدار من خلال تغريداته، واللي يمكن أكثر رئيس أو أول رئيس على مستوى العالم كان يتعامل بالتغريدات، واللي فعلا أصبحت جزء من الرئيس ترامب يؤثر ويتأثر به العالم جميعا طول الوقت؟ أسئلة كتير جدا، لكن أفضل من سيجيبنا عليها اليوم هو دكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال. برحب بحضرتك. مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. منورنا يا فندم، وأكيد ضيف بنستناه من وقت لوقت. شرف لي كده. شرف لي. ربنا يخلي حضرتك. حضرتك شفت الإصابة للرئيس الأمريكي الآن وتوقيتها الخطير بالنسبة للانتخابات، شايفها تكون مع ولا ضد، مانح أم هتأخذ من شعبيته؟ شوف، هو في تفسير إنساني وفي تفسير سياسي. التفسير الإنساني هو زي وزي أي حد في العالم، أي حد طبعا بلا استثناء معرض لي، وهو كان الحقيقة كان لا يحترم قواعد اللي يجب اتباعها. ما كانش بكمامة ولا مرة لا ما كانش ما كانش يعني هذا جزء من شخصية ترامب. لكن على المستوى السياسي أنا بعتقد إن عطلته شوية، لكن عن أداء مهامه. لكن النهاردة لما دخل المستشفى قال إن هو جهز لي مكتب كامل وبيمارس مهامه بشكل طبيعي. في بعض المهام اللي المفروض يكون شخصيا فيها وكل بيها النائب بنس، وفي جاهز الدستور الأمريكي لو في أي مشكلة في رئيسة الكونجرس الأمريكي، فما فيش عندهم مشكلة. لكن أنا متصور، شوفي، هي الناس قلقانة بس ان اللي باقي ايام بسيطة، وفي الايام الحرجة جدا اللي هي اخر تقريبا 5 دقايق في ماتش المباراة بتاعتهم بيحصل له كده. احنا كمصريين لنا سمات شخصية، يعني ممكن يكون الكلام ده نفسيا بيأثر ويدي تعاطف. الامريكان ما عندهمش الكلام ده. الامريكان في عندهم حاجات ثوابت، الرئيس بالنسبة لهم رقم واحد هو المسائل الداخلية بتاعتهم، الضرائب والصحة والحاجات الخاصة بيهم، وبعد كده الخارجي. هيبقى موجود ترامب، هيبقى موجود بايدن، يعني أنا أعتقد وخاصة أن النسب تقريبا متقاربة، الاثنين متقاربين. أتوقع خلال الفترة الجاية، أتوقع أنه ما يطولش في مرضه لأن هو شكله بنيانه سليم، وبيقولوا ان هو بيلعب رياضه، ويعني ما عنده، ما بيعانيش من امراض. هو اخر تويت انا لسه بدات بيها حلقتي كانت ان هو في تحسن، وان هو بيستجيب للعلاج سريعا. ايوه، ده الرئيس الامريكي، فهي لازم يستجيب يعني. ده الرئيس الامريكي، ف يعني الاستعدادات بتبقى خاصه جدا. وهو اتكلم عن ان هم اكتر من مره الحقيقه ان في خلاص هم اشتغلوا شغل كويس في الادويه الخاصه بالمناعه. هل ده يساعد ان الادويه ممكن يكون في انجاز اسرع لجد الادويه فعلا يا دكتور؟ ما اظنش، لان انا كنت في ندوه لسه حالا عن الكلام ده. علميا قالوا اللي في الندوه وهم متخصصين، قالوا ان اقل من 18 شهر لا يمكن بشكل جازم علميا نحن نجزم بان بقى فيه اوريدي مصل مضاد للكوفيد 19. يعني اللي بيتعمل كل عمليه ايه؟ زي عارفه باللغه البسيطه تصبيره، بيحاولوا بيها ان هم يجدوا حلول، لكن مش قبل 18 شهر من بدايه وجود الفيروس.
كان في مناظرة الأسبوع اللي فات وأكيد حضرتك تابعتها زي ما تابعها العالم كله، وكان فيها المنافس بايدن للرئيس ترامب طول الوقت بيشير ان هو مش مهتم بالحاجات الاحترازيه ضد كورونا، مش واخد الموضوع بجديه، مش بيحترم فكره خطوره الفيروس وعدد اللي اصيبوا وعدد اللي توفوا. هل سيستغل بايدن هذه اصابته ضده الفتره الجايه اكتر؟ اعتقد لمقام المنصب اللي الاثنين مرشحين ليه ان هم مش هيوصلوا الى هذا المحط. صحيح هم الحوار بينهم كان أخلاقيا وصل لمستوى متدني جدا لم نتعوده إطلاقا في مناظرة أمريكية سابقة، لكن أنا لا أعتقد أنه ما يوصل أن بايدن يقوم يكمل بقى اللي قاله في المناظرة. طب ما هو ده نتيجة اللي أنت ما عملتوش، ما أظنش أنه هيوصلوا للدرجة دي. لكن في كل الأحوال بايدن من أول بايدن داخل اللي هو مش متوقع لا أخلاقيات ولا داخل بشراسة شديدة تجاه ترامب. ترامب ما هو أصلا ده مش طالع لوحده، ما هو عنده في فريق عمل بيجهز له، والفريق ده بيدرس شخصية وسمات الشخصية للرئيس أو للمناظر ليه، ثقافته، طريقته، أسلوبه، فمؤكد حطوا له استراتيجية، واستراتيجيته كانت استراتيجية هجومية الحقيقة، مع واحد أصلا هجومي لا يتراجع، فكان في الصدام اللي احنا شفناه. حضرتك تتوقع المناظرة القادمة هيكون في مناظرة، هل ممكن يستغلوا النت يعني بقى حاجة اونلاين مثلا بينهم وبين بعض؟ لا أنا ولا شوف خلاص بعد اللي حصل هو قيل النهاردة ان هو لو بقى افضل صحيا خلال ايام، وده متوقع على فكرة، ان هو يبقى فيه مناظرة. ما كانش فيه المناظرة التانية اللي بين النائب والنائبة، النائب بتاعه والنائبة بتاعت بايدن. في كل الأحوال شوفي عشان ما نستهلكش أكتر من اللازم، الأمريكان مختلفين عننا، والأمريكان أنا متصور أن هم عارفين هينتخبوا مين. يعني أنا متصور أن في اللحظة دي الأمريكان حسموا الأمر. دايما سواء مناظرة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي من وسائل الترويج، فقط عشان العشرة تقريبا في المية من 10-15% اللي هي بتبقى بين بس اللي حصل فعلا حتى في الانتخابات اللي فاتت كان تقدم هيلاري كلينتون في كل الاستطلاعات ومعظم المدن الكبرى المؤثرة، وبرغم كده كنا اتفاجئنا ان كان الفائز هو ترامب. فحضرتك شايف حد فيهم هو المسيطر الان على الاستطلاعات دي؟ شوفي هو برضو الاستطلاعات قالت ان بعد المناظرة ان بايدن هو المتقدم بنسبة بسيطة جدا، لكن دي كلها بتبقى عبارة مؤشرات مبدئية. لكن انا متصور كراجل متتابع، وحتى زي ما حضرتك بقى بتقولي ان كان متوقع ان هيلاري تنجح، لا انا من قبلها بثلاث اربع شهور وقلت ان الفرصه اكبر لترامب، لان الظروف المحليه والدوليه هي اللي بتدفع بشخصيه ترامب. شوفي اللوبي الصهيوني اللي ليه دور كبير جدا في الدفع بمرشح معين للانتخابات ثم الوقوف مع حد ما ينجح، مش بس في الرئاسه، في الرئاسه وفي الكونجرس وفي المحكمه الفيدراليه، في حاجات كده، كل المؤسسات تقريبا. اللوبي اليهودي او الصهيوني له تاثير كبير عليه. الترامب اللي عمله في خلال الفتره اللي فاتت للاسرائيليين او لاكمال الدوله الاسرائيليه ما حدش عمله قبليه على الاطلاق. يكفي اللي حتى اللي هو قاله ان على مدار من 45 للنهارده لم يجر رئيس امريكي على اتخاذ قرار بالقدس، وهو خد القرار ده واشياء اخرى كتير الحقيقه. الدور لسه ما خلصش. انا لسه كنت ده سؤالي، ما يمكن الدور خلص كده لا لسه ما خلصش. شوفي في مجموعه حاجات لازم تتعمل. انا متصور ان ترامب جاي علشان يكمل شكل الدوله، يعني بقى في عاصمه، بقى في جغرافيا الى حد ما واضحه، هم ضموا الجولان، ضموا أجزاء من الضفة وعاوزين يضموا الباقي، الغور الأردن، يعني الحاجات دي لسه فيها كلام، لكن ترامب بيدعم الكلام ده. الحاجة التانية إن اللي عمله ترامب خلال الأسابيع القليلة من محاولة التقريب دول الخليج من إسرائيل ده محدش عمله قبل كده، وآخرها لسه السودان. النهاردة أنا شفت مقابلة لنائب رئيس مجلس العسكري السوداني بيتكلم النهاردة على ان احنا لان كان رئيس المجلس كان قابل نتنياهو في اوغندا من اسبوعين، لكن النهاردة بقى النائب بيتكلم على العلاقات المصرية الاسرائيلية السودانية، علاقات احنا مضطرين نعملها
لان بشكل واضح من على بشكل قائمة واضح الإرهاب. ايوه لن نرفع من طيب الإرهاب الا بان احنا نعمل علاقات مع اسرائيل. يعني بمعنى ايه؟ ان ترامب اللي عمله ترامب منذ تحديدا من مايو 2017 في المنطقه لحساب اسرائيل تقارب يمكن عرب اسرائيلي يتقرب. كانت محتاجاه اسرائيل الان نعم وكانوا نعم. محتاجين العرب نعم. لا هو شوفي انا ليه بقول مايو 2017؟ اذا كنا كلنا درسنا في التاريخ ان وعد بلفور بتاع 1917 هو محطه مهمه جدا وخطيره جدا في اللي احنا فيه في الصراع الكبير اللي احنا فيه. فمايو 2017 بعد 100 سنه هي ده كان تاريخ مهم جدا. لو انت مش فاكره أنا هفكرك وفكر المشاهدين. مايو 2017 ألفت الاجتماع اللي اتعمل في الرياض لمكافحة الإرهاب، مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف. أيوة. المؤتمر ده اللي دعي فيه 64 رئيس دولة عربية وإسلامية. والانسحب فيه رئيس قطر من الجلسة. المهم فيه إيه؟ المهم إن الأثر أو النتيجة كانت إيه؟ في المؤتمر ده. نسيوا إسرائيل على الإطلاق. كل الاجتماعات والتوصيات كانت تشير الى العدو الجديد وهو ايران، وكان تم استبدال اسرائيل بايران، وده كان مقصود، طبعا هما الاثنين اعداء لنا للمنطقه، لكن تم استبدال اسرائيل بايه؟ بايران. مقبل على مستوى الجميع. النقطة الثانية ودي طلعت في البيان الختامي ومحدش خد باله وانا نبهت ليها لأكثر من مرة لما قال ان احنا هنعمل على انشاء قوة استراتيجية في المنطقة عسكرية في المنطقة، يعني معنى كده ايه؟ ان خدوا بالكم بقى ما عادش في اسرائيل النهارده العدو الجديد ايران، هيبقى في اصطفاف لكل اللي في المنطقه. وبعدين قلت كتير قبل كده معاك يا ألفت وفي اكتر من وسيله اعلام ان اللي بيحصل دلوقتي واللي بيدعمه ترامب هو اللي وراه هو عباره عن ايه؟ تحويل الزواج العرفي الى زواج رسمي. لان بالفعل هي في علاقات اسرائيليه عربيه من زمان. لا بصرف النظر عن مصر، يعني مصر كانت بشكل رسمي موجوده وفي معاهده سلام من سنه 79 وبعدين بعدها كان في الاوسلو وبعدها كان في بسنه كان في وادي عربه بتاعه الاردن وكانت دي مجرد علاقات علاقات واتفاق على حاجات معينه. لكن العلاقه المتداخله التجاريه والاقتصاديه وكل والامنيه كانت مع دول الخليج ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. قبل ما انتقل عند بايدن وعدائه الواضح واللي بيشير بيه طول الوقت واللي بيحاول كمان يوثق طول الوقت، انا شفت لسه تغريده قبل ما ابدا الهوا بيقول فيه انه سيقف امام السعوديه واموالها اللي بتحاول تغسل بيها سمعتها وكلام خطير. هو مش مضطر ليه في الانتخابات، هو ليه واخد الشق المعادي بشكل واضح؟ لان هو ده اللي بيشتغل عليه اللي بيشتغل عليه. ما هو في نقطه جوهريه، انا دلوقتي انا داخل او هما الاثنين داخلين قصاد بعض كل واحد بيمسك في نقطه الضعف بتاع الاخر. نقطه الضعف بالنسبه للسعوديه مع امريكا ايه؟ انها حمته في موضوع خشاشجي. خشاشجي ده موضوع وقال كان النبي طبعا هو الانسان لولا امريكا، لو رفعت الغطاء امريكا عن كانت هيحصل مشكله كبيره، وخاصه ان تركيا مصره على استمرار هذا الاتهام. ليه؟ لان تركيا عارفه ان لو هيصل الاتهام الى محمد بن سلمان اللي هو ولي العهد، وانت عندك الملك سليمان ربنا يديله طول العمر كبر في السن، في اي لحظه ممكن تحصل عنده مشكله ويتاخد محمد سليمان لمحاكمه انهار النظام السعودي او يحصل مشكله كبيره داخل الدوله. هذا ما تربوه تركيا. نعم. وتركيا كانت تقصد هذا الكلام. الرئيس ترامب الحقيقه اشتغل ببرمجماتية خالصه. هو الراجل ده هو ممكن يبقى متهم هو او الدوله دي متهمه في خشاشجي وعملت، لكن واخد منها في مايو 2017 اكثر من 650 مليار يعني مبلغ خرافي. واللي اتباع بيه سلاح من يامال دلوقتي والمعامله دخلت في تقريبا تريليون، غير المبالغ المستثمره في البنيه الاساسيه الامريكيه. طب انا اخسره ليه؟ الديمقراطيين عموما موقفهم دايما من المنطقه العربيه مختلف عن الجمهوريين، لكن في هذه المره أنا بعتقد أن ترامب اللي عمله في المنطقة من الدعم الكامل لدولة إسرائيل عشان تبقى دولة والضغط الكامل على الدول الخليجية لتفريغ ثرواتها وبالتالي قوتها محدش عمله قبل كده. دكتور سعد، بدراسة حضرتك لشخصية ترامب، هل من المتوقع أنه ممكن يأجل الانتخابات الأمريكية الفترة القادمة؟ أنا أعتقد ده متوقف على الدستور بتاعهم، لكن هو هيكمل هيقوم زي القرد بعد كام يوم. أنا بقول لك كده. يعني حضرتك سبق الأطباء في التشخيص. هيقوم كده هيقوم وهيدخل الانتخابات وهينجح
وهيكمل هو المشكلة فين يا ألفت. احنا كعرب يجب احنا ننتبه لنقطة مهمة، وانا لا اعتقد ان حد منتبه اكتر من الرئيس السيسي الحقيقة، ان احنا قدامنا فرصة كبيرة جدا في وجود ترامب لتقوية المناعة الذاتية لمصر. عشان كده لما الرئيس بيتكلم الرئيس ما بخش في كل التفاصيل، لكن لما بيقول ما معناه ان احنا بنبني وهنبني باسرع ما يمكن، البناء مش اقتصادي بس، بناء اقتصادي واجتماعي وعسكري، وده الاهم لان انت احنا تنوع مصادر السلاح، خدي بالك من نقطه مهمه جايه خلال بعد سنتين ثلاثه، وده هتبقى في نهايه عصر ربما ترامب، ان انت عندك تركيا النهارده مستنزفه في العراق في سوريا في ليبيا واخيرا في اذربيجان، وده عمليه دي مقصودة على فكرة. الأمريكان لو الأمريكان مش عاطين له الفرصة أردوغان مش هيعمل كده، لكن هم قاصدين لعملية استنزاف. الناحية التانية إيران عليها خنقة اقتصادية وصلت إلى الذروة، يعني معنى كده إيه؟ أنك أنت الثلاث قوى الطموحة اللي في المنطقة اللي هي إيران تركيا إسرائيل، أنت بتقضي على اتنين قضاء ذاتي وتبقى إسرائيل هي اللي موجودة. يعني معنى كده إيه؟ وإسرائيل ستبقى العدو ومصر ستبقى القوى او حائط الصد لهذا العدو. يعني مساله ان احنا نتوقع ان بعد ما الناس كلها هتتصالح وان اسرائيل هتسيب مصر بالذات، ده موضوع يجب ان احنا ننساه. ولذلك تقويه طبعا الموضوع موضوع ديني وموضوع تاريخي مش موضوع كلام، وهم بيشتغلوا على كده، لكن هم الفرق بيننا وبينهم هم طول الوقت بيحاولوا يقدموا نفسهم ان هم اتغيروا، ان هم داعي للسلام. الوقت ما انا بقول لك انت دلوقتي ايران بتنتهي، تركيا بتذاب، المنطقه حواليك ما عادش دلوقتي ما عادش في امه عربيه، دلوقتي في قوى عربيه النهارده تقدر تقولي انها تمثل الامن القومي الحد الادنى للامن القومي العربي مش موجود. اذا هو هيتخانق ليه؟ هيزعق ليه؟ هو ساكت، غيره بيخلص المساله. لكن انا اعتقد خلال 3 4 سنين هتبدا تشتغل تاني اسرائيل على مصر، لكن في اللحظه دي مش هتفاجأ، لأن مصر النهاردة قوة قوية جدا، عندها جيش قوي اقتصاديا، اللي بيتعمل اللي مش عاجب كتير من الناس بكرة هيعرفوا قيمة اللي بيتعمل، لأن اللي بيتعمل على مستوى الاستراتيجي ده لمئة سنة قدام مش للنهاردة هيفيد جدا. في عندنا بعض المشاكل مش مشكلة، يعني يجب احنا ده اللي نسوقه عن الدولة، لكن انت بتقوي دعائم الدولة المصرية وبتمتنيها عشان اللي جاي مش عشان اللي راح. الأفضل لمصر في الفترة القادمة في انتخابات الولايات المتحدة، ترامب أم بايدن؟ وطبعا الإجابة كانت واضحة من نص الأسئلة، ولكن في حالة فوز بايدن هتكون العلاقة المصرية الأمريكية حضرتك تتوقعها ازاي؟ شوفي، هو أي دولة بتبني علاقتها أو استراتيجياتها مع الدول أو العلاقات الاستراتيجية بناء على المصالح، مفيش حاجة تانية. صحيح، مصلحة أمريكا بالدرجة الأولى الخارجية عندها إسرائيل، عندها إسرائيل. إسرائيل إسرائيل النهاردة، ما أنا بقول لحضرتك إسرائيل النهاردة مسألة إن يحصل تقارب بينها وبين الدول العربية، بايدن هيكمل الكلام ده، سيبك من إن هو بيقول إن عملية امتصاص للأموال السعودية اللي بتستعمل غلط والكلام ده ما يقدرش يعمل، لأن في حدود. بعد شوفي الكلام بيتقال، لكن لما يبقى على أرض الواقع ويبقى رقم واحد في الدولة الكلام بيختلف. فمسألة إن بايدن ولا ترامب الاثنين في خريطة معمولة، أمريكا دولة مش مؤسسات مش أفراد، فعلا لا مؤسسات، فالكل جاي عشان يخلص جزء من الواجب اللي عليه. بس الاختلاف اللي حصل ما بين الرئيس السابق الأمريكي وما بين ترامب كان نقلة فظيعة تجاه مصر. حضرتك شفت كان أوباما شايف أن مصر طول الوقت انقلاب ودولة معادية، وكان طول الوقت عداء واضح ومحاولة تكسير مصر، لكن الاختلاف اللي حصل بعد وجود رئيس ترامب أكيد اختلفت. يعني هو اللي حصل في مصر، وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده من 2011 حتى في الحرة الأمريكية، قلت في بداية اللي حصل في 2011 أمريكا اللي عملت الكلام ده، وأنا بقول لحضرتك وأنا كنت ضيف دائم على الحرة لغاية ما قلت هذا الكلام انتهت العلاقة مع هذه القناة. أيوة، لأن الكلام ده بدري، يعني بعد 2011 بشهرين ثلاثة مش بعد كتير، قلت أنا أعتقد أن العمل الحكاية الكبيرة دي الأمريكان، لأن الأمور ما كانتش واضحة بالنسبة لنا. الأمريكا هي اللي صرفت المليارات، وأنا شخصياً كنت جزء من حاجة لما
باترسون بعتت جواب للقناة النيل على لموقف ليا لما قلت ان اللي عمل الكلام ده في 2011 ان الامريكان هم اللي عملوا القصة هم اللي صرفوا هم، فردت بجواب على قناة النيل بعد طبعا ما قالت ان انا مش كويس، لكن قالت ان احنا صرفنا 14 مليار جنيه دولار اسف على ان احنا نحفظ الامن في مصر. يعني بشكل بسيط جدا وسلس من غير ما نقعد نعقد الامور، امريكا صرفت كتير عشان تعمل كده. وكان هناك ولا زال على فكرة ولا زال للان اي حد متتبع هيعرف ان اللي حصل دلوقتي رماد نار تحت الرماد. امريكا الديمقراطية بايدن وقبليه اوباما هناك اصرار على ان اللي يقود المنطقة هو التنظيم الارهابي، تنظيم الاخوان. التنظيم الاخوان مهما حصل فيه من تكسير امريكا بتحاول تلملمه بره في اي مكان تاني علشان تعرف تسيطر عليهم لانه بعيد عن الجيش. ما هو ده فكره الاستقطاب البلد بعيد عن الجيش. ما هو ده كان، ما هو اصل فهمه هم الفهم عندهم اللي وصل لهم سواء من البرادعي الخائن او من الدكتور سعد الدين ابراهيم، وده كان مقاول العمليه من بدري هم الاثنين، ان التنظيم الوحيد او الجزء الوحيد المنظم في مصر والقوي والقادر على انه يبقى قاطره لمصر ومن ثم للمنطقة الفترة اللي جاية الإخوان المسلمين. وده كان تقدير خاطئ، لأن شوف يا ألفت على مدار التاريخ لو قرناه لم نلحظ مرة أن تنظيما مهما كانت قوته يسيطر على دولة. صحيح. ولا يمكن لدولة مهما كان ضعفها أنها تسقط أمام تنظيم إلا سقوط مؤقت. بالكلام عن التنظيم مش هقدر أبقى مع حضرتك وما تكلمش عن شأن داخلي وهو الهجمة الشرسة من القنوات ومن الإخوان تجاه مصر الأيام اللي فاتت. هل احنا كنا مساعدين فيها بشوية قرارات خاطئة؟ هل الهجمة دي كانت هتحصل؟ هم بيعرفوا يركبوا الموجة كويس، هم بيعرفوا يشتغلوا كويس جدا وبيعرفوا ينفخوا في النار كويس. شوف. حضرتك شايف الفترة اللي فاتت دي كانت ازاي؟ شوفي اللي فاتت واللي احنا فيه واللي جاي، وده قضية انا دايما بتكلم فيها، مسألة ان الاعلام بتاعنا هي مساحة. اي مساحة اي قدم بتشيليه هم بيحطوا رجلهم فيها. انت ما عندكش اقدام تقريبا، يعني انا شخصيا وكل كتير من اللي عرفهم ما عادش حد بيتفرج على التلفزيون على القنوات المصرية. ليه؟ لان ما نش لاقي اللي انا عاوزه عندك. انا بقيت بتفرج على الجزيرة، بتفرج على ميسات، بتفرج على الاي 24 الاسرائيلية، بتفرج على كل القنوات البي بي سي، بتفرج على قنوات ما كنتش الحقيقة ما كنتش حريص عليها في الاول. القصور فين؟ نعم؟ القصور فين؟ القصور عندك، مفيش رؤية. مفيش رؤية. شوفي طالما عندك في انيميا وعي فعلى طول ترجعي لمصادرها. مصادرها إعلام، وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، المؤسسة الدينية، الـ 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 الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، قادة الرأي. دول مسؤولين عن أنيميا الوعي اللي عندنا في مصر النهاردة. ولذلك أنت لما تقول النهاردة الهجمة الشرسة مش لأنك الإعلام، أنت سيبت الإعلام ما عندكش رؤية واضحة للإعلام طبعا بخلاف يعني ميسات. زائد ان في حاجة تانية انا عاوز اقولك على حاجة بسيطة جدا انا بكتب عليها اليومين دول. الدولة خدت قرار او الحكومة خدت قرار بان ان الاجازة 6 اكتوبر تبقى يوم 8. يوم 8 فعلا. انت عارفة ان في حد بعت لي ولي امر بيقول لي بنت بتسألني ليه 8 ليه مش لا ستة. مش ليه هم نقلوا 6 اكتوبر بقى 8. طبعا شيء في لحظة منطقة الخطورة طبعا. يعني البعض الدولة بتحاول تقريبا تقلص الاجازات. لا طبعا هذا الكلام كلام فارغ. لا طبعا يا ألفت. المناسبة الوطنية هو انت عندك المناسبة الدينية بتاعتك في ديسمبر او في يناير هو هي المسألة انك اجازة وتاكلوا لحمة وتاكلوا ديكرومي؟ لا طبعا. بيفترض ان احنا لو عندنا الوعي التاريخ. اتفرجوا على النهاردة المانيا عاملة ايه احتفالات بشكل ايه في التلفزيون الالماني على يوم الوحدة للالمانيتين. طب انا لو سبت الحكومة وسبت الدولة عايزة اسألك عن المواطن اللي نزل امبارح، الناس اللي كانت مالية الميادين. الناس مش نازل 6 اكتوبر امبارح على فكرة، الناس نازلة تؤيد الدولة والرئيس. لا حقيقي كلنا مع الدولة. شوفي صحيح. شوفي مسلمين ومسيحيين وفقرانا واغنية وكبار وصغار. اصل احنا المصري بالذات لما تدرس الشخصية المصرية احنا مرتبطين بالارض وما نقدرش نفرد. شفت انت بتسأل من شوية على الاسئلة، سؤال من شوية ان لو يعني جايز تكون في قرارات خاطئة للحكومة فالجماعة التانيين ايه استلموه. الكلام ده صحيح. ايه المشكلة انك بتهدمي بيت؟ عارفة هدم بيت يعني ايه؟ عارفة طلعك من ارضك يعني ايه؟
لا ما هو خلاص طبعا. القرارات بتقول ان انا اهدم بيت مسكون مأهول بالسكان، تقسيط يعني في حلول طلعت بفعل. انا مش بدخل بعض وانا مش عايزه يعني مش هاممني التفاصيل، انا هاممني فكره الوعي اللي احنا بنراهن عليه طول الوقت. يعني انا فكره ان انا الاقي المواطن هو حائط السد للواقف، يبقى نعمل ايه؟ ايه بقى؟ يبقى نعمل ايه؟ يعني احنا عندنا يوم 6 اكتوبر ده يوم عظيم لا يتكرر كثيرا. صحيح. اخر معركه انت كسبتيها على مدار 955 معركه على مدار تاريخ مصر، كسبت اخر معركه كسبتها هي المعركه دي، وكسبتها بشرف بعد هزيمه كبيره في 67. يوم 6 اكتوبر مش يوم 6 اكتوبر، انا النهارده كاتب قلت اذا كان ربنا قال لنا كمسلمين شهر رمضان ده شهر الروحانيات، طب ما تخلوا شهر اكتوبر ده شهر الوطنيات. احنا كنا زمان يا ألفت حاجه اسمها الوعي القومي والتربيه الوطنيه والمسابقات ونحيي العالم، الكلام ده كله كان عباره عن ايه؟ هو ده اللي بينمي الوطنيه عندنا. طب احنا عندنا شهر اكتوبر فيه الكلام ده، نقوم يعني في شوفي ترحيل التاريخ هتبعه بعد كده نسيان فتزوير. بس انا شايفه فعلا في حاله نفور بسبب القرار ده. انا عايزه اقول لك اعتقد ده ممكن يعمل توقف للقياده المجلس الوزراء على الاقل، انه يتم بالفعل التراجع في القرارات. لا لازم ياخدوا، انا شايفه معظم الناس فعلا. شوفي يا ألفت الموضوع انا ليه واخده بحماس شديد وبكتب فيه وعمال اتكلم فيه في كل مكان؟ الموضوع مش 6 اكتوبر مش اجازه ومش اجازه. صحيح. لا خدوا بالكم من 2000 من 2001 يا ألفت من بعد احداث نيويورك اللي هي كانت في 2001، ايه اللي حصل من اول افغانستان ثم العراق ثم ليبيا وتونس ومصر واليمن؟ اللي بيتدمر في البلاد دي ايه؟ الملامح، الحضاره. كل المتاحف اللي في البلاد دي انتهت، اما سرقت او دمرت. يعني معنى كده ايه؟ ان هو حريص على ان هو يذيب، يقضي على التاريخ، يذيب الملامح، ملامح الحضاره بتاعتك، الهويه بتاعتك. جزء منها الله. احنا في هنا مدارس في مصر بتدرس أجنبية. صحيح. بتدرس إن إسرائيل انتصرت في 73. أيوه أنا بقول كلام، الكلام ده مش أول مرة أقوله ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. المدرسة الأمريكية في مصر في مدارس بتدرس الكلام ده، في مدارس ما تعرفش إيه تلامذتنا ما يعرفوش إيه اللي حصل في 73. النهاردة أنا نشر المحافظة من المحافظات عاملة إعلان كبير إن إحنا انتصرنا بمناسبة انتصارنا سنة 72. ما لفتتش نظر حد ليه؟ حاجة من الاتنين، اللي كتبها جاهل ما يعرفش، أو اللي بيقرا، أو إحنا ما عدناش بنهتم بالكلام ده. يعني مش فارقة 72 73، وده مقصود إن يذيب تاريخك. هاخد سؤال أخير وأرجو إنه يكون سريعا. فضل. تأثير إصابة الرئيس ترامب على الاقتصاد، وده من أول ما أعلن من أول ما أعلن على طول في تأثر. الهزات الكبيرة دايما في الاقتصاد خاصة في البورصات اللي هي المعاملات الاقتصادية السريعة بتتأثر بمثل هذه الأخبار. مجرد انك انت من كام يوم خبر كذا لقيتي الليره التركيه نزلت، النهارده الخبر بيأثر على الدولار، على البورصه الامريكيه، وهي تقريبا مش تقريبا هي اكبر بورصه في العالم، بيأثر طبعا. لكن مجرد ما الرئيس يطلع، ولذلك الرئيس ما انفصلش عن الناس، هيتم التعافي، دايما بيكتب دايما وهكذا طول الوقت بيقول ان انا موجود. اخر حاجه عاوزين نقولها بالمناسبه الرئيس ان من تقريبا 3 ساعات التقرير بتاع أكبر مستشفى متخصصة وبالتابع مديرها بيقول التقرير عن كوفيد في العالم، وبعدين في الآخر بيقول إحنا مش عارفين إيه حكاية مصر، مصر مختلفة عما يحدث عن القاعدة في العالم. الكلام ده نصا من سنتين أو سنتين وشوية. عارفة زي ما بنقول دايما كنا بنقول إن مصر، أو أنا كنت بقول مصر لها حكاية مع ربنا. صحيح. وإحنا قلنا قبل كده البلد الوحيدة اللي تجلى عليها رب العزة أرضنا، البلد الوحيدة اللي بارك لها شعب وأرض سيد المسيح بدعوة أمنا مريم، وزي ما قال نبينا محمد إنها كنانة الله في أرضه. فمصر فيها سر، وزي ما قال الرئيس من كام يوم، ومبارك شعب مصر عشان نبقى إيه كله قلنا كل الكلام. نعم. يعني نعم. حقيقي بشكر حضرتك دكتور سعد الزنط مدير مركز دراسات الاستراتيجية والأخلاقيات الاتصال، بشكرك شرفتنا ونورتنا، ودايما بتبقى الحوار مع حضرتك مش أسئلة ولكن هي دردشة. بشكرك يا فندم شرفتنا. مشاهدينا عندي فقرة هامة كمان عن احتفالات المصريين ونزولهم للشارع، مدى إحساسهم بأهمية نزولهم ده وتأييدهم واحتياج مصر ليهم في الوقت ده وتأييدهم للسيد الرئيس، ودي هتكون فقرتنا القادمة، خليكم معانا.